دي العمارة اللي خالي ساكن فيها. طيب يا حبيبي، مع السلامة. الله يسلمك، يلا يا لامي. رايحين فين يا صغيرين انتوا؟ طالعين شقة الدكتور أحمد أبو العزم. الدكتور أحمد أبو العزم سافر السعودية من 15 يوم وباع الشقة. طب تعالي نلحق الناس اللي كنا معاهم. مش عايزه، نفسها فيها. خدي يا لالا. انتوا بتدوروا على حد؟ بندور على اي حد من اللي كانوا معانا في السويس. انتوا من السويس؟ ايوه. مالكمش حد في مصر؟ لا، وبابا وماما ماتوا في الغارات. بصرة. يعني ايه؟ يعني زي موت يا ماما. انت ابوك وامك ميتين؟ مش قوي، انما في نظري يعتبروا ميتين. مش فاهم. أفهمت. عايز تقول إنه ماتوا في الغارات برضه؟ لا، دي حكاية عايزة شرح جامد. أنت في فيكتوريا كوليدج؟ نعم، كوليدج. بس قطع خاص، جنبك. دي يا واحدة. بسرعة يلا بينا، هنمشي. مش هنمشي معاك، انت حرامي. بلاش غلبة وامشي، لا يمسكوك انت. يلا. اتنشلت، محفظتي انتشلت، كانت في الجبدة. كان في تلميذ صغير اقف وراك. صح، اهو ده اللي نتج. دي اتنشلت، دي فيها تحويش العمر كله. بقى بعد التعب ده كله يطلع شيلن؟ احنا هنمشي. هنجعانة يا وسامة. بقى هو ده معقول؟ تمشي وتسيب اختك جعانة كده؟ انت مالك بينا يا اخي؟ أنا خايف عليك لا تتمسك ويقولوا عليك الحرامي. محدش يقدر يقول عليا كده. طيب يقول عليك أختك تموت من الجوع. أنا ما أكلهاش حرام. يا ابني مش لقيت المحفظة قدامك فاضية؟ أنا بقى هاكلكم من جيب الشخص. أنا جعانة يا أسامة. هو أنا معقول أسيبكم؟ هو أنا نجم؟ يلا بقى، يلا بينا. يلا بسرعة. يلا مد يا عروس. يلا بينا مد. تطلعوا استراحة شوية على ما أروح أطمن عمي وحماتي. واعدي على فرع الشركه اسيب لهم عناويننا وارجع لكم. وانا مش نازل النهارده. سلام عليكم. مع السلامه. وصل البيت 812. يا سيد، كان لازم تاخد بالك من الولد ده. وانا كنت اعرف منين انه النشال؟ انت مش بتقول انه لابس لبس رسمي بتاع مدارس؟ ايوه. احنا في يونيو يا استاذ، المدارس كلها في اجازه. صح يا شاويش عبد المنعم. فندم، انده لي مخبرين منطقه الترجمان بسرعه. حاضر يا فندم. انا شبعت خلاص. بالهنا والشفا، لو عايزه تاني اطلب. اوعى احنا هندفع حاجه. ايه؟ انت مش قلت انك عازمنا؟ ايوه. مش حد بالعربي ما معيش فلوس. ما معكش؟ يا نهار اسود. ما تخافوش، انا حصار. اتبقوني انتوا على بره وانا هحصركم. ايوه حاضر. الحساب كام؟ كام رجيب؟ سبعة. سبعة؟ سبعة ولا تمانية؟ لا سبعة. ستة وتمانين ونص. خد. لا، الحساب هناك عند المعلم. لا، ده العشاب. تشكر. وعندك ستة وتمانين ونص الأفندي الصغير. بقول إيه؟ نعم. أنا نسيت الفلوس في المدرسة و نعم، هروح والدتك؟ لا لا، من غير شتيمة. شوف دي كده. مالها دي؟ خليها عندك عقبال ما أجيب لك الفلوس وأرجع أخدها. متأخرت عن بالليل. باح. ده شر، والشر في نور. ما تخافش، هجيب لك الفلوس قبل بالليل. سلام عليكم. مع السلامة يا حبيبي. يلا بينا. على فين؟ على المدرسة. لا، أنا هروح أدور على الناس اللي كنا معاهم. ناس مين يا ابني؟
هفضي روحك تدان زمان البوليس مال المحطة عشان محفظ. يلا بينا يلا. مفيش عيل من اياهم عدى عليك؟ لا ساعتي. هي اتمشت ساعتك ولا محفظتك؟ الاثنين. الاثنين؟ صح. اتفضل معانا. وانا مالي؟ دي مش بتاعتي، دي بتاعت واحد كان وما كانش معاه فلوس وسابها لما يرجع. الكلام ده بقوله في الهز. يا سيد يا سيد. ايوه يا معلم. اقعد مطرحي، وان اتاخرت ما رجعتش ابعت قول لهم في البيت ان انا هتاخر شويه. وهتاخر كتير يا معلم؟ مش كتير، ست اشهر. ست اشهر؟ يبقى يلزموا عيش وحلاوه.